نبدأ أخبارنا السياسية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل أحد جنوده وإصابة 11 آخرين بينهم 8 عسكريين في هجوم. طبعا الهجوم ده كان موجود على حزب الله اللبناني وده على الحدود الشمالية مع لبنان. واضح كده وأوضح جيش الاحتلال إنه حزب الله اللبناني نفذ هجوما بطائرتين مسيرتين على موقع الجنود الإسرائيليين قرب قرية حرفيش العربية في الخليل الأعلى الليلة الماضية. الهجوم ده بيجي الحقيقة بعد التصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أمس. قال فيها نتنياهو أنه لن يسمح باستمرار الوضع كما هو على الحدود اللبنانية وأنه يستعد لعمل عسكري في لبنان وكفة وطبعا وكأنه بيفتح جبهة جديدة للصراع. الحقيقة أنت تستغرب جدا، إحنا يعني ما زلنا في قطاع غزة نعاني الأمرين، ما عرفش إذا كان هذا الوقت إنه علشان يلهي الناس على ما يحدث في قطاع غزة فيروح على لبنان، سواء يعني الحرب لم تنتهي بعد في غزة أو لبنان. خلينا نروح لبيروت مع الكاتب الصحفي علي يحيى ونعرف ما الذي يحدث. مساء الخير يا فندم أستاذ علي. يا مساء النور، طبعا تحياتي لكم وتحياتي للمشاهدين مع التمني بالتوفيق للمنتخب المصري لأن المنتخب اللبناني كما علمت قبل قليل قد وضع التصفيات المؤهلة للمونديال كالعادة. أكيد. هو أنا بس يعني أنت سامعني كويس أستاذ علي عشان أنا الصوت مش سامع حضرتك؟ نعم كويس. نعم طيب نعم تمام. تمام، خلينا نرجع. أشكرك شكرا جزيلا، يعني الحقيقة ما يحققه منتخب المصري أكيد أنا عارفة يعني أشقائنا العرب أكيد كمان هيكونوا منضمين لهذا التشجيع فأشكرك شكرا جزيلا. نعود لما يحدث الحقيقة على الحدود اللبنانية. واضح كده أنه نتنياهو بيوسع جبهة الحرب، يعني نحن ما زلنا في قطاع غزة، ما زالت الأزمة مشتعلة وكبيرة جدا، ولكن ما الذي يحدث على الحدود اللبنانية؟ يعني خلال الأسابيع الماضية شهدنا ارتقاء في مستوى الاشتباك، لكن هذا الارتقاء في مستوى الاشتباك بقي تحت سقف مبادئ الاشتباك التي طبعا مبادئ الاشتباك المتحركة التي عهدناها خلال الثمانية أشهر الماضية عند طول الحدود اللبنانية الفلسطينية، لكن وقبيل كل جولة مفاوضات نشهد ارتقاء وارتفاع في مستوى الاشتباك من الجبهة اللبنانية كمحاولة لدعم المفاوض الفلسطيني. ناهيكم طبعا أن بعض هذه العمليات المركبة التي نفذت من الجبهة اللبنانية كانت كرد فعل وللمحافظة على توازن الردع ولمحاولة منع القوات الإسرائيلية من الذهاب بعيدا في تنفيذها الاغتيالات خلف الخطوط اللبنانية، الكون معظم العمليات أو معظم الجهد الحربي يتم على طول الحدود اللبنانية، لكن في بعض الأحيان يكون هناك تجاوزات في الداخل اللبناني أو الداخل الفلسطيني وسرعان ما يعود الطرفان للانضواء تحت سقف قواعد أو مبادئ الاشتباك. خلال الأسابيع الماضية وبعد نجاح حزب الله في تنفيذ سياسة الإعماء الاستراتيجي على طول الحدود اللبنانية بدأ في عمليات مركبة الوصول إلى أهدافها دون تصدي حقيقي من القبة الحديدية التي أيضا بدأت تتعرض لاستهدافات واضحة. ومن هنا بدأت ترتفع التهديدات من قبل بنيامين نتنياهو بن خفير سمويتريتش وبعض القيادات الإسرائيلية بالويل والثبور وعظائم الأمور باتجاه الجبهة اللبنانية، لكن هناك فجوة ما بين التهديد الكلامي والتصريحات غير المعلنة في إسرائيل، لكون التصريحات المعلنة والتهديدات الكلامية لا تتطابق مع الواقع الفعلي الذي يجري عند الحدود اللبنانية والذي يؤكد فيه الجانب اللبناني أو حزب الله اللبناني أنه يسيطر أو يهيمن على مسار التصعيد خلال الأسابيع الماضية وهو يمنع الجيش الإسرائيلي من محاولة استعادة الردع. عموما يعني نحن نتمنى يعني ان هذا الوضع يعني لا يطول وان يكون هناك شيئا، لان يبدو ان نتنياهو يعني يطيل الحرب في المنطقه بشكل عام، هو لا يريد انهاء الحرب سواء في قطاع غزه وهو يطيل الحرب بهذا الصراع بان يفتح جبهه اخرى في لبنان، وواضح انه المبررات كثيره من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
صحيح، يعني هناك عوائق عديدة تمنع الجانب الإسرائيلي من فتح جبهة مع لبنان، منها الضغط الولايات المتحدة التي تحاول حصر الاشتباك داخل قطاع غزة ومنع توسع الاشتباك إقليميا لأسباب عديدة، منها أسباب انتخابية ومنها الأسباب التي تتعلق بمحاولتها استعادة المسار السياسي الذي كانت تعمل عليه للمنطقة خلال الفترة المقبلة. الأمر الثاني هو العائق اللوجستي، حيث أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى حوالي 7000 جندي، إضافة صحيح. إلى النقص الذي يعانيه بسبب انتشار الجيش داخل قطاع غزة والاستنزاف الذي تعانيه قواته داخل القطاع. وبالرغم من أن معظم كابينة الحرب و55% من الإسرائيليين وفق الاستطلاع الذي نشرته هيئة البث قبل أيام من الآن والذين يؤيد فيه هؤلاء توسيع الجبهة مع لبنان، إلا أن العوائق التي ذكرناها قبل قليل والواقع الميداني وقدرة حزب الله على الإيذاء تمنع بنيامين نتنياهو من الذهاب باتجاه تنفيذ تهديده وتوسعة الجبهة مع لبنان. وهذا ما ذكرته على سبيل المثال هارس اليوم حين ذكر أحد الكتاب أن لا يمكن الوثوق برئيس الأركان هاليفي ولا بتهديداته لأنه يعيش في اللالالان، حيث أن الجيش غير قادر لوجستيا وبشريا على فتح جبهة مع لبنان أكيد. وهو حتى اللحظة لم يستطع تنفيذ أهدافه في القطاع. يمكن الذهاب باتجاه مواجهة شاملة مع لبنان في حالة واحدة، هو بعد الانتهاء من تنفيذ الصفقة المتوقعة مع حماس، وأيضا بعد سحب القوات الإسرائيلية من القطاع، يمكن حينها للجيش سحب قواته من غزة وألويته من غزة والتوجه نحو الجبهة اللبنانية لفتح جبهة شاملة أو لتوجيه ضربة لترميم الردع الذي فقد بنسبة كبيرة. أكيد، يعني كل الأشياء مطروحة، كل الأشياء ربما تكون صحيحة، نحن لا نعرف في ماذا يفكر نتنياهو، ولكن يبدو أنه يطيل يعني عمر الحرب في المنطقة بشكل كبير، مبررات كبيرة هو وحده يعرفها، ولكن كل ما نعرفه أن ما زالت الحرب مشتعلة، وحتى هذه اللحظة نحاول أن نفهم ماذا يفعل نتنياهو حتى هذه اللحظة. أشكرك شكرا جزيلا من بيروت الكاتب الصحفي علي يحيى على هذه التفاصيل. الحقيقة أنت بتلاقي أنه المنطقة يعني لا تتخيل، كنت تتوقع طبعا أنه إحنا أمام هذه الصفقة اللي مفروض أنها يعني في انتظار أن يتم الموافقة عليها من كافة الأطراف. مصر بذلت مجهود كبير الحقيقة في التفاوض، وما زالت الحقيقة ترعى هذا الاتفاق، حتى يعني نرى بصيص من الأمل أن تتوقف يعني هذه النار المشتعلة في قطاع غزة. نتمنى الخير بإذن الله.